نحكي عن أنواع الأغذية. أول إشي الخضروات، يعني إحنا بنتجاهل موضوع الخضروات الورقية، خصوصا هي أنتي أوكسيدانت عالي، مضادات أكسدة عالية، بتعزز المناعة، فيتامينز. نحكي عن الخس، الجرجير، البروكلي، الفلفل الحلو، القرنبيط، هاي كلياتها خضروات ورقية مستوى الأنتي أوكسيدانت فيها عالي جدا، فبحتاج الجسم وراح تقوي عنا المناعة. نيجي نحكي عن موضوع الخضروات، الفواكه. نحكي عن الفواكه، هي نحكي عن خصوصا الحمضيات اللي عالية فيها الفيتامين سي اللي بيحتاج الجسم باحتياج يومي، تمام، هي مضادات أكسدة عالية، فهي الجسم راح تقوي عندنا المناعة. نحكي عن المكسرات الصحية اللي فيها الأوميجا 3، هي بتخفض نسبة خلينا نحكي الدهون الضارة بالجسم، فبالتالي راح ترفع عندنا المناعة. نحكي عن الأطعمة، الثوم، هي زي ما بتعرفي نحن على أبواب الشتاء، يعني نزلات البرد راح تشوف كل يعني الصغار مكتمل العمر، نزلات البرد هاي راح تكون مشاكل عندنا واحتقان الحلق. يعني نحكي عن موضوع الثوم، مضاد أكسدة عالي بخفف من نزلات البرد.